والصلاة والسلام على من أخى بين
فقم فإن التثبيت صوم من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حيا للصلاة حيا للفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا سووا الصفوف. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك يومين
بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. الله الله
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس القناص الذي يوسوس صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال العظيم حملك معنا رسول مصطفى صادق أمين وهو أرزقكم قائلين ومصدقين ونعم على ذلك من الشاهدين والمؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسهيل وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وأنس وعباس وجعفر وعقيل وحسن وحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المقربين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ربنا ربي قلوبنا وقبورنا واصرح به صدورنا ويسر به أمورنا واكرمنا لمن في رضاك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تتوقفنا سائقنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم الشاهدين مسرعا بنا ولا تجعله معنا مصدرا بنا لم يجعله لنا ولا تجر علينا. اللهم اصرنا تلاوته على نحو الذي يرضيك عنا ولا تكن لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا امرك الا شفيته ولا عفوا الا كفيته ولا فائده الا رضيته ولا ضر الا عذبته ولا فاصلا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا عسرا الا يسرته ولا عاجلا من هوائل الدنيا ولا اخرا لك فاردا ولا نافيا صلاه الا اعطنا على قدرها يكسب بجوابها انك على كل شيء قدير وبالحجاب الجدير يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا بالقران العظيم وانفعنا بما فيه من ايات وذكر حكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارحمنا تلاوته وعلى وقوفنا عليه واطراف النهار اتباع ما ذكر وما عليتنا به عليه من قدر الله سبحانه ربنا اتنا من لدنك رحمه وايدنا منها ذكرى ربنا اعطنا من اخواننا وفتنا قربانا يا رب العالمين يا رب العالمين